قام سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بزيارة تفقدية لمشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة، وذلك بحضور السيد حسن عيد بوخماس عضو مجلس النواب ممثلي الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة. وخلال الزيارة طلع سعادة الوزير على مشروع تطوير البنية التحتية في مجمع 324 بمنطقة الجفير، وتشتمل أعمال التطوير على رصف الطرق وتوفير أرصفة جانبية للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية وتوفير مواقف للسيارات والتسجير وإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وتحسين مستوى الإنارة. أشار سعادة إلى أن الوزارة تعمل وفق خطتها على مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين. بدوره أكد السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، موضحا بأن هذه المشاريع التي ترتقي بالخدمات العامة تمثل أحد الأولويات التي يعمل عليها مجلس النواب ومجلس أمانة العاصمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية. من جانبه أكد المهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة أن مشاريع تطوير الطرق وخدمات الصرف الصحي تسهم في تعزيز جودة الحياة العامة، مشيدا بدور وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية واستدامتها. هذه يعطي يعني المنطقة واسع في اللي هي الطرق والصرف الصحي، لأن المنطقة من كثر المشاريع طبعا فيها وكبر المنطقة أصبحت الرقعة المشاريع كبرت، فالحمد لله يعني بين لنا سعادة الوزير أن هناك تخطيط مخطط كامل للطرق والصرف الصحي. طبعا تقريبا 95% الفاتح او الجفير تم تغطيته من الصرف الصحي، جزء قليل باقي ان شاء الله حسب ما بينت لنا المهندسه ان شاء الله خلالها اخر السنه يمكن تنتهي هذا المشروع.